ولا لا؟ يعني نفسي اشوف اللقطه، هل ابتسم ديبالا ولا كان مستغرب؟ عموما كره تلعب لمصلحه روما. لوكاكو، كره تعود لحارس المرمى اوكوين. سهلة عند اوكوي. اودينيسي بهذا التعادل سيصل الى 29 نقطة وسيأسس مكانته طبعا حتى اشعار اخر في مركز المتواجد فيه بعيدا طبعا من 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 المراكز الخطيرة، ولكن ليس بذلك البعد المطمئن بالنسبة للسيد تشوفي. اوهو، يعني يطالبون الطبيب بالاسراع للنزول بسلامة ان شاء الله لانديكا. انديكا هو اللي ساقط على ارضيه الملعب. شوف ان شاء الله خير. يعني مثل هذه اللقطات مرعبه. شوف بدا الملعب كله يعني في لحظات انتظار قلق على اللاعب انديكا. مر بالسلام ان شاء الله. شوف هدوء، هدأ الملعب تماما، كل لاعبي روما نزلوا لأرضية الملعب. قلق كبير جدا من رجالات روما من على المدرجات، الكل يتابع طبعا هذه اللحظات. إن شاء الله خير إن شاء الله خير. شوف نتابع مع بعض. لا مش هذه اللقطة، هذا لوكاكو اللي سجل طبعا هدف التعادل من عرضية كانت جميلة، لكن يبدو بأن الأمور جيدة في عرضية ملعب البنك. يبدو الأمور جيدة. المخرج شال اللقطة تماما لكن غادر عرضية الملعب مباشرة. راح يدري السيد دراسي تغيير، لكن ما ندري شو سبب هذه السقطة بالنسبة للاعب طبعا إيفان إنديكا. شوف غادر أرضية الملعب مباشرة. نتمنى أن لا تكون يعني إصابة مقلقة للجهاز الفني ولجماهير روما وللاعبي روما. إذا 1-1، ربع ساعة نقترب منها يا سيدات والسادة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. في ليلة اللقاء انديكا يقول اوكي، سلامة يا انديكا، سلامة ان شاء الله. سينزل بديلا اللاعب سمولينج الان فيما تبقى من عمره. هذه المواجهة وهذه المباراة يتلقى سمولينج التعليمات الأخيرة قبل نزوله. بينما حكم المباراة سيد لوكا بايريتو. شوف يعني في شيء صار ما بين انديكا ربما وما بين روبرتو بيريرا. يعني ما شفنا اللقطة اللي كانت. شوف حكم المباراة وين يروح الآن. يتحدث لجابرييل تشوفي ويتحدث لدروسي، وبالتالي يعني ما حدث اعتقد يعني ما يحدث الان هو متعلق في لقطه سقوط طبعا المدافع انديكا. ما الذي حدث لا ندري، لكن بالتاكيد يعني طاقم العمل في هذه المباراه هناك في الاستديو التحليلي بالتاكيد سيكون جهز ما بين الشوطين لنعرف ما سبب هذا الحوار الذي يجري الان ما بين حكم المباراه والسيد ديروسي. شوف ديروسي غادر ارضيه الملعب. شوف يتوقف اللعب الان. حكم المباراة يطلب من اللاعبين الهدوء، لكن احنا شفنا اذا كان هذا قلق على اللاعب انديكا. شفنا انديكا هو طالع يعني يأشر بإشارة الاوكي، اموره جيدة لكن غادر ارضية الملعب. الان في حديث
الكل طبعا يتساءل ما الذي يجري. لوكا بنظراته هل هو قلق على انديكا ام هناك شيء لم نراه في ارضية ملعب المباراة حدث ما بين طبعا لاعبي روما، وان كان يعني ما في اي عصبية موجودة ان كان من لاعبي روما او ان كان من لاعبي اودينيز. راح نشوف ما الذي سيحدث الان، لكن المباراة متوقفة الان، سارنها ثلاث دقائق متوقفة المباراة، والكل يتساءل ما الذي يجري وما الذي حدث. مباراة كان فيها يعني لحظات ضغط كبيرة من روما، وبإمكانه طبعا تسجيل هدف ثاني. هذه الدقائق اللي توقفت فيها المباراة قد تمنح أودينيزي فرصة لالتقاط الأنفاس، للتركيز، ومن ثم العودة للحفاظ على أقل تقدير على التعادل. هذا ربما ما يفكر فيه سيد جابرييل تشوفي. مانشيني طلع بشكل سريع، في شيء غريب. ما زال اللعب متوقف. لكن بالتأكيد ستأتي الإجابة يعني في اللحظات القادمة. لن يتوقف اللعب كثيرا، أو على أقل تقدير يعني أكثر مما توقف في هذه اللحظة. هذا هو بيريز. شوف عاد مانشيني لنزول أرضية ملعب المباراة. مستحيل يكون طبعا ينتظرون يعني مانشيني انه ينزل، لكن ما اجرى سيد روسي التغيير اللي كان منتظر من سمولينج. مانشيني الان يستعد للنزول لارضيه ملعب المباراه. دروسي ايضا عاد. في شيء في واضح تماما من يعني وجه السيد دروسي بان هناك ما يقلقه وهناك ما يجري، وبالتالي يتحدث لحكم مباراة لوكا بايريتو. ما زلنا ننتظر، لكن الغريب ان لوكا بايريتو معطي ديروسي كل الوقت، يعني ما اخذ راحته. ديروسي راح واخذ فترة، رجع الان. وبالتالي نتابع. واضح تماما يعني الآن الإخوة طبعا الجندي المجهول طبعا في الدوري الإيطالي يعني إسلام لوكا يعني يقول بأن هناك حدث هبوط في الدورة الدموية لإنديكا، وبالتالي يعني حكم مباراة أعطى السيد روسي الحق في أن يعني في ظل هذا القلق هل سيكمل المباراة أم يعني لن يكمل. وبالتالي يعني شكرا لوكا، شكرا إسلام لوكا على هذا التوضيح. لكن الغريب ان شاهدنا طبعا انديكا وهو خارج يأشر بعلامة الاوكي بان اموره جيدة، لكن يبدو ان دروسي يعني لم يكمل المباراة، وبالتالي حكم مباراة يعني متفهم لهذا الوضع، متفهم للامر الذي يجري. الامر طبعا هو نفسي اكثر من انه يعني مجرد اصابة. بالتالي حينما تكون هذه الإصابة خطيرة تعرض حياة اللاعب للخطر، يعني تبقى الأولوية طبعا للنظر في حالة الفريق النفسية وفي يعني وضعية الفريق، هل سيكمل المباراة أم لن يكمل المباراة. وبالتالي هذا يحدث دائما في أوروبا.